بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. الفيديو النهاردة عن الأسعار الجديدة برضو في السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، اللي هي الأسعار اللي نازلة في الكتالوج العالمي للعملات، ودي يا جماعة بتشمل كل عملات العالم كله. تمام، هنشوف عملات بقى بتاع حرب أكتوبر، العشر من رمضان اللي هو انتصارات أكتوبر وعودة الأرض والكلام ده، الخمسة قروش والعشرة قروش والعشرين قرش في الفيديو ده، والفيديو الجاي نعمله ايه للجنيه، الجنيه بتاع المناسبات دي برضو جميل جدا وبيعمل اسعار حلوه قوي قوي، والعملات دي برضو في الاسعار بتاعتها دي جميله جميله جدا في الاسعار الجديده. محدش يبيع اقل من كده يا جماعه، الاسواق بتستغل، كله بيستغل، يعني يقول لك مش عارف ايه وما فيش بيعه، وفي بيعه وفي كل حاجه، العمله معاك بتزيد ما بتنقصش، تفضل معاك افضل. تمام، فهنعرف الاسعار كلها بتاع العملات بتاع القروش ديت كلها، اللي هي العشرة قروش والخمسة قروش والعشرين قرش. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على رسول الله. هنبدأ بالخمسة قروش اللي هي 1974. الخمسة قروش دي يا جماعة 1974 دي من النيكل، نحاس ونيكل، الوزن بتاعها 4 جرام وخمسة وخمسين من عشرة جرام. سك منها كام؟ السك منها عدد القطع بتاعتها 2 مليون قطعة، 2 مليون قطعة، ودي بتبدأ من 50 جنيه و80 جنيه، بتوصل 120 جنيه بحالة الأنصر، وطبعا حسب السوق والطلب والبايع اللي ببيع، هو حر، كل واحد يبيع عملته زي ما هو عايز. أنا بقول أسعار وبقول بمرض الله، مش هقول اللي فات ومش هقول زي ما الناس بتقول، عايز مشاهداته بس. العشر أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، أرجو التعب والجهد اللي أنا بعمله بلم لك كل شيء عن العملات. 10 قروش 1974 دي من النحاس والنيكل، الوزن بتاعها 6 جرام، سقة من عدد 2 مليون قطعة فقط، 2 مليون قطعة، وتتراوح سعرها ممكن 80 جنيه 120 جنيه وبتوصل 200 جنيه في بعض الأحيان، وأكثر لو هي أنصر وبحالة العملة، لو حالة العملة تعبانة زي ما أنا قلت قبل كده أو متبهدلة أو متسخة لا مؤاخذة مش متنظفة كويس، لأن الزبون بيجي على نظافة العملة، أوقات ميبقاش عايز يشتري فعلا ويدخل يشوف يقول لك الله العملة دي شكلها حلو وياخدها. فطبعا بتقل كتير لو هي إيه فيها عيوب وكلام من ده، بتقل بتوصل للربع والله. في عندك 10 قروش برضه 1989 دي من النحاس والنيكة، والمبنى ده طبعا كان عام 73 اللي هو عودة الأرض اللي هو بتاع طابة دي، منها طبعا 250 ألف قطعة، 250 ألف قطعة، عدد قليل، ممكن تعمل من 80 جنيه و100 جنيه، وممكن توصل 150 جنيه و200 جنيه، وبها أخطاء يا جماعة العملة دي فيها خطأ. أكتر من ذلك لو بها خطأ ودورت على خطأ تعمل فلوس أكتر من كده، من 300 جنيه كمان اللي هي العشر قروش دي. طبعا بجيب لكم الاسعار بالظبط وبجيب لكم كل شيء عنها واوزانه والعمله الصك منها كام وكل حاجه. عندك ال 20 قرش اللي هي 1989، ال 20 قرش برضه عوده الارض برضه اللي هي افتتاح بانوراما السادس من اكتوبر. تمام، ديت من النحاس والنيكل، الوزن بتاعها 6 جرام، سكة منها كام؟ 250 ألف قطعة، دي ممكن تعمل من 70 جنيه 80 جنيه، ممكن توصل ل 150 جنيه وأكتر كمان، وفيها أوزان تانية يا جماعة وأخطاء في صك العملة دي، ممكن توصل ل 300 جنيه وأكتر حسب حالة العملة طبعا وحسب السوق والطلب. وأنا بقول دايما الأسعار تزيد تقل 10-20%، ديت وارد عرض وطلب وكلام من ده، فما تاخدوش السعر، خده دايما الادنى ما تاخدوش العالي. تمام،